تفضل يا ابو سعد من عرعر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. بالله يمكن اسال الشيخ سؤال؟ تفضل. بالله انا عندي بنات اخوي. الو. نعم. الو. عندي بنات اخوي. هل امي تصح تسلم على ازواجهن؟ اذا كانت امك ام يعني ام للزوجات؟ لا لا جدة البنات. اذا كانت جدة البنات نعم هي ام لهن، الجدة ام، فلها ان تسلم على ازواج حفيداتها.